شيفر سانتي. شيفر سانتي قدموا لكم بعض الأرقام اللي عندهم علاقة بصحة المواطن التونسي، واليوم حبيت أحكي لكم على الخبزة ومدى استهلاك التوانسة للخبزة. هذا ما ينجم زاد يضرهم حتى في صحتهم. هذا اللي كان كشفه سيد محمد بوعنين رئيس الغرفة الوطني لأصحاب المخابز بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في تصريحه، أنه معدل استهلاك الخبز الفرد الواحد في بلادنا 70 كيلوغرام مقابل 58 كيلوغرام في فرنسا و52 كيلوغرام في الشقيقة الجزائر، وتصل مصاريف التونسي على الخبز سنوية 200 دينار، ويرتفع استهلاك الخبز خلال شهر رمضان بمعدل 135%. ويتم يوميا انتاج في تونس 6.7 ملايين خبزة، منها 3.9 مليون خبزة كبيرة الحجم و2.7 مليون خبزة من نوع باجيت، انطلاقا من 6.5 مليون قنطار من الفارينة. يصل معدل تبذير الخبز يوميا إلى حوالي 900 ألف خبزة بخسائر في اليوم تقدر ب 300 ألف دينار و100 مليون دينار سنوي. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. شيفر سانتي.